لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. منافسات الليغا اللي متصدرين الليغا مو برشلونة ولا ريال مدريد ولا إشبيلية، اللي متصدرين الليغا هذه الأيام هم قادش 14 نقطة، ريال سوسيداد 14 نقطة، وبعد ذلك ريال مدريد والقائد سيرخي راموس 13 نقطة. يعني أن ريال مدريد يحقق الفوز في ما ترك، لكن ممكن هنا تسديد جول ثاني لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.